كل الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن في هذه المناطق وهذه القرى إن شاء الله ستكون جاهزة. الآن وضع نينوى مراكز المدن الأقضية والنواحي نوعا ما جيد، ولكن هذه المناطق تحتاج إلى خدمات سريعة. عندما نطالب الناس بالعودة إلى هذه المناطق لابد أن تكون هناك خدمات، فهذه الخدمات هي التي سيكون لها هذه من أبسط حقوقهم بالضبط، ستكون عامل استقرار فعلي للمناطق حتى من الناحية الأمنية. الكل يعرف أن محافظة نينوى هي محافظة شاسعة تمتد حدودها من فيش خابور إلى حدود العانة وراوة، وبالتالي هذه المساحات الصحراوية الكبيرة يجب تثبيت السكان في هذه المناطق حتى يكون استقرار لهؤلاء المواطنين، وأيضا يكون استتباب للوضع الأمني. الحمد لله اليوم نينوى بفضل القوات الأمنية على مختلف صنوفها اليوم تشهد استقرار أمني ممتاز، وحتى هناك حتى الجرائم الجنائية اليوم وضع نينوى أفضل من حتى، لكن تحتاج إلى نهضة عمرانية وخدمات وعبار، وكذلك نحتاج إلى تنمية. اليوم الموصل بصراحة هي تعتبر مدينة واعدة، مدينة حضرية فيها بصراحة يعني كفاءات عالية جدا، فيها رؤوس أموال. لابد أن يكون هناك رسالة اطمئنان لأبناء المحافظة حتى يكون استثمار حقيقي. هذه المشاريع التي نتحدث عنها سواء المشاريع المحلية أو المشاريع فريق الجهد هي فقط خدمات سريعة، ولكن نينوى تحتاج إلى تنمية. نينوى مدينة زراعية، مدينة صناعية. أعتقد الآن الاستثمار معطل في محافظة نينوى لأسباب عديدة. فعندما نبحث عن التنمية الحقيقية لابد أن يكون لنا استثمار حقيقي في محافظة نينوى حتى تكون من أجل هنالك جلب رؤوس أيضا أموال، نهضة اقتصادية، وبالتالي انتشال المواطنين من الواقع. أما موضوع الخدمات السريعة فإن شاء الله فريق الجهد قادر وبفترة وجيزة وكذلك مواصفات فنية عالية أن ينفذها في هذه المناطق حتى يتم إرجاع المواطنين إلى مناطق سكنهم الأصلية.